أهلا ومرحبا بكم من جديد. نشرة إخبارية جديدة والبداية مع العناوين. قيادة عمليات بشمركة كردستان تصدر بلاغا في الذكرى الأولى من ملحمة بردي. فاضل ميراني يؤكد أن العراق يحتاج إلى التسامح السياسي. تحالف سائرون يؤكد امتناعه عن التصويت لأي وزير لا يلبي طموحات المرجعية الدينية. النائب العام السعودي يكشف طريقة مقتل جمال خاشقجي. ومجموعة العمل المالي الدولية تتهم إيران بعدم الالتزام بمكافحة تمويل الإرهاب. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصدرت قيادة عمليات قوات بشمركة كردستان بيانا خاطبت فيه جماهير شعب كردستان بمناسبة الذكرى الأولى لملحمة بردي، حيث تصدت قوات البشمركة لأعطى هجوم استهدف كيان إقليم كردستان. وجاء في البيان: قبل عام من الآن وفي يوم كهذا سجلت قوات البشمركة ملحمة بطولية سطرت فيها أروع صور البطولة والفداء، عندما تصدت لهجمة شرسة كانت متممة لمؤامرة 16 من أكتوبر التي استهدف كيان الأقليم ووجوده. وأضاف البيان أن المؤامرة تلك صورت للمتآمرين إمكانية استهداف محافظة دهوك أيضا عبر الهجوم في محور سحيلة، حيث تصدت لهم أيضا قوات البشمركة بأروع صورة وردتهم خائبين. وختمت قيادة عمليات قوات بشمركة كردستان بيانها هذا بطمأنة الكردستانيين على استمرارهم في الدفاع عنهم ضد أي مؤامرة وهجوم يستهدف أمن وسلامة الإقليم. أكد فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بأن العراق يحتاج إلى تنقية الأجواء بالتسامح السياسي بين كافة الأطراف. جاء تصريح ميراني ضمن ندوة مفتوحة نظمتها دار المدى على هامش معرض أربيل الدولي للكتاب. النضال الكردي السياسي والمسلح هو نضال شعبي جماهيري أكثر مما يكون نضال حزب واحد أو مجموعة أحزاب أو قومية واحدة أو انتماء ديني واحد. فنضال شعب كردستان هم نضال الأحزاب، نضال الكرد، نضال الكلدان، نضال الآشور، نضال التركمان، نضال الأرمن، ونضال إخوتنا العرب المتواجدين سواء في كردستان أو الهاربين من أنظمة المتعاقبة في العراق و اتخذوا من كردستان معقلا وقاعدة لنضالهم إلى أن تحققت الأهداف المشتركة في 2003. يساورون الخوف بأن بعض المسائل أو بعض المصالح الأقليمية برزت اليوم قد تستوجب، لا أريد أن أنوه إلى الاحتراب وإنما إلى الافتراق، الاستحقاقات القومية والوطنية لكردستان ومن يعيش عليها أولى من استحقاق هذا الحزب أو ذاك، وهذا ما تعلمناه من البارزاني الخالد. في زياراتنا إلى بغداد حملنا ببرنامج، بمقترح لبرنامج الحكومة القادمة للعراق متفق عليها بين البارتي والاتحاد الوطني، وذهبنا بوفد مشترك. القسم الأعظم من هذا البرنامج هو أولويات ما يحتاجه الشعب العراقي من الحكومة القادمة والتحديات التي ستواجهنا في المرحلة القادمة. الشطر الآخر من البرنامج أو من المشروع يتضمن أسباب تصدع العلاقة بين الأقليم وبغداد والسبيل إلى رفع هذا التصدع وإيجاد حلول دائمة لعدم تكرار هذا التصدع في المستقبل، ويهمنا
آلية تنفيذ هذا البرنامج، لأن سبق أن اتفقنا مع مختلف رئاسات الوزارات والحكومات العراقية على مجموعة مسائل عراقية وكردستانية، ولكن لعدم وجود آليات مراقبة وإلزام التنفيذ، ولهذا نحن بصدد أكدنا على ضرورة تأسيس المجلس الاتحادي الذي أحوج ما كان العراق ولا يزال إليه، وهو تمثيل سياسي المحافظات في الأقليم في العراق سواسية بممثلين لكل محافظة بغض النظر عن نسبة السكان في هذه المحافظة أو تلك، على غرار مجلس الشيوخ في أمريكا على سبيل المثال. وكذلك أبدينا مقترح بتأسيس الهيئة العليا للسياسات الاستراتيجية لهذا البلد. أعلن مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين تحرير مختطفين إيزيديين كان بقبضة داعش الإرهابي في سوريا. وقال مدير المكتب حسين القائدي في منشور على حسابه بالفيسبوك إن مكتبه تمكن من إنقاذ فتاة إيزيدية تدعى نورة البالغة من العمر 19 عاما بعد أن اختطفها مسلح داعش من قرية دوكري في الرابع من آب أغسطس عام 2014 في عقاب اجتياح بلدة شنغال. وأضاف أنه تم أيضا إنقاذ شاب ينحدر من قرية كوجو والتي شهدت مجازر وحشية بحق الإيزيديين ويبلغ عمره 18 عاما. جددت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى العراق بعد أقل من شهر لتحذير مشابه أصدرته بسبب ما أسمته تهديدات الإرهاب والصراع المسلح في العراق. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن المواطنين الأمريكيين معرضون بشكل كبير للعنف والاختطاف في العراق، وأكدت الوزارة أن قدرتها على تقديم الخدمات المعتادة وخدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في العراق محدودة للغاية. قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل شون راين أن تنظيم داعش لا يزال لديه بعض الملاذات الآمنة في مناطق من العراق. وأكد راين في حديث لراديو سوا الأمريكي ملاحقتهم بعضا من مسلحي داعش في الأنبار وفي كركوك أيضا، منوها أنه سبق للعديد من هؤلاء أن فروا من منطقة وادي نهر الفرات. وتابع راين أن عدد إرهابي داعش في منطقة القتال في وادي الرافدين أو في وادي الفرات يتراوح بين 1500 إلى 2000 وفقا لمعلوماتهم الاستخباراتية. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة عراقية لتحويل الأموال متهمة بتقديم دعم مالي لتنظيم داعش. والشركة التي تحمل اسم آفاق دبي مقرها العراق وليس لها فرع في الإمارات على عكس ما يوحي اسمها، وتم تصنيفها على أنها كيان إرهابي بحسب بيان لوزارة الخزانة، والذي أوضح أن اثنين من ممولي داعش يديران آفاق دبي منذ أوائل 2018. تعمل الشركة على غسل أموال للتنظيم وتقدم أموالا إلى أسر فيه. أكد تحالف سائرون رفضه التصويت على أي وزير فاشل ولا يلبي طموحات المرجعية الدينية في الكابينة الوزارية الجديدة، مبينا أن الاتفاق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تضمن تشكيل حكومة من الخبراء المستقلين ضمن إطار توجيهات المرجعية. وقال النائب عن التحالف سلمان الغريباوي في تصريح إن تحالف سائرون سيرفض التصويت على أي وزير فاشل في الكابينة الوزارية المقبلة، مشيرا إلى أن الاتفاق مع عبد المهدي لتشكيل الحكومة هو تعيين خبراء مستقلين قادرين على إدارة البلاد والتمسك بتوصية المرجعية الدينية العليا. عقد عدد من وجهاء العشائر وشخصيات موصلية مؤتمرا صحفيا طرحوا من خلاله أسماء وشخصيات مستقلة للكابينة الوزارية، موجهين رسالة لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بإنهاء مسلسل الإخصاء والتهميش لمدينة الموصل. نحن أهالي محافظة نينوى متمثلة بأمراء القبائل وشيوخ عشائر وبيتات موصلية والأكاديميين.
نراقب بهدوء العملية السياسية وما يجري لاختيار الكابينة الوزارية، ولا يخفى على الجميع ما تعرضت له نينوى الحبيبة ومركزها الموصل من إقصاء وتهميش بعد أن عاشت أسيرة لدى داعش لثلاث سنوات مضت. والآن يطل علينا بعض السياسيين ومنهم من خارج المحافظة من يتلاعب بمصير المحافظة من خلال الاستحواذ على بعض الحقائب الوزارية لتحقيق منافع شخصية، وهذه الشخصيات معروف عنها بفسادها وشرائها للمناصب. عليه نطالب أهالي نينوى السيد عادل عبد المهدي المحترم بأن لأهالي الموصل شخصيات مستقلة ولا تنتمي لأي جهة سياسية، فضلا عن كونها من التقنقراط والأكاديميين، ونطمح بأن تكون هذه الشخصيات المنتخبة من قبل أهالي نينوى أن يكونوا أمام أنظار السيد عادل عبد المهدي المحترم الذي تحدث لي أكثر من مرة عن البحث عن شخصيات مستقلة ولا أهل العراق وليس للأحزاب. وتم اختيار بعض من الشخصيات وسنطرح اسمائهم. أولا الدكتور مزاحم الخياط رئيس جامعة نينوى مشرف على إعمار نينوى، وسابقا كان رئيس جامعة تكريت وكان عميد كلية الطب ولديه خبرة في المجال العلمي والطبي لمدة 40 سنة وأكثر. ثانيا الدكتور أحمد الفكاك عميد كلية القانون والسياسة وتخرجوا على يده تلامذة والآن حاليا أساتذة واستلم مناصب كثيرة. رابعا الحقوقي عبد القادر دخيل مدير بلديات محافظة نينوى ومدير بلدية القيروان سابقا ومدير بلدية سنجار ومدير بلدية ربيعة ومدير بلدية الشيخان، وأيضا كان في موقع البديل في منطقة تل محمد. يوما بعد آخر تتسع ظاهرة التحرش بالنساء في بغداد سواء بالألفاظ أو الأفعال. زاغروس تي في سلطت الأضواء على هذه الظاهرة، أسبابها ودوافعها وردود أفعال الجهات الأمنية بخصوص معالجتها بحسب مراقبين. من اللطيفة إلى البذيئة تتنوع الألفاظ الخاصة بالتحرش، أما الجسدي منه بدأ يأخذ حيزا آخر في الوسط المجتمعي، ويمكن أن يطلق عليه ظاهرة سلبية إن لم تكن خطيرة على المجتمع، فأسبابها ترتبط بالدوافع النفسية والسلوكية للفرد بحسب ذوي الاختصاص. هي مكبوتات داخلية داخل الفرد تنعكس على البيئة المحيطة، من ثم هناك أيضا محفزات ومثيرات حسية من الخارج كوسائل اتصال جماهيري عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر المسلسلات الدرامية، كيف تشجع على هذه الظاهرة، كيف تحاول أن تعالجها لكن هي تدعو إليها بشكل مبطن. هناك تحرش من قبل فصل علم النفس بين الجندر، ليس فقط من قبل الذكور تجاه الأناث بل حتى العكس يصح في هذه المسألة، فإذا هناك الكثير من الدوافع والأسباب تؤدي إلى ظاهرة التحرش. بين الإناث والذكور تتبعثر الاتهامات، استطلاع رأي الشباب يظهر ذلك التباين في الآراء وإن كان لا يبرر الغاية. أسبابها أنه مثلا لبس البنية أيضا سبب يكون مثلا غير محتشم، ولبسها يعني كارثة مثل ما نقول. خلي احكي هيك بالصراحة، يعني ملابس البنات يجوز هي الدافع انه اكو شباب تتحرش. ما كاد يكون المبرر الوحيد، كثير من النساء المنقبات واللي يرتدن عباءة وزي اسلامي ممكن يتعرضون للتحرش. اتساع نسب التحرش ورقعتها الجغرافية دفعت وزارة الداخلية لاتخاذ اجراءات ضد المتحرشين، إجراءات ردعية وتثقيفية. وضعت بعض الحلول تتعلق بالجهاز التنفيذي، هنالك مستويين من الحلول، الجهاز التنفيذي شرطة النجدة شرطة بغداد يقومون بضبط القائمين بهذه الأعمال أعمال التحرش وتطبيق القوانين الخاصة بهذا الموضوع. المستوى الثاني الذي تعمل عليه وزارة الداخلية هو الشرطة المجتمعية، محاولة تثقيف وتوعية المواطنين من خطورة ومغبة هذه الأعمال. وبالحديث عن التحرش فإن الشارع والمناطق العامة لم تكن مسرحا وحيدا لهذه الظاهرة، بل تعدت لتصل إلى محاولة استغلال المرأة سواء في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص. بالقول أو الفعل، بوجود المغريات من عدمه، تبقى ظاهرة التحرش حالة غير صحية في المجتمع العراقي، وتحتاج إلى متابعة تبدأ من الأسرة وتنتهي بحدود القانون. من بغداد أحمد فيلي، زاغروس تي في.
أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر أمني بقيام مسلحين مجهولين بشن هجوم على جامع خالد بن الوليد في مدينة البصرة. وأضاف المصدر أن مسلحين فجروا عبوة ناسفة في باب الجامع في حي الجاهزة بمدينة الزبير دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية. كشفت النيابة العامة السعودية طريقة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة باسطنبول. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في اسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي معه مما أدى إلى وفاته. وبحسب الوكالة فإن النيابة العامة السعودية تؤكد أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية. ومن جهته قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شعر بانزعاج شديد بعد تأكيد السعودية وفاة الصحفي جمال خاشقجي. وأضاف أن غوتيريش دعا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف في ملابسات موت خاشقجي وحث على محاسبة المتورطين في ذلك بشكل كامل بحسب رويترز. قال صحيفة تركية إن أحد المشتبه بكونه واحدا من الفريق السعودي الذي يشتبه في أنه نفذ عملية قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول لقي حتفه في حادث سير بالرياض. وذكر صحيفة ياني الشفق أن المصادر لم تقدم معلومات عن شكل وقوع الحادث المروري الذي قتل فيه الملازم في سلاح الجو الملكي السعودي مشعل سعد البستاني، مضيفة أنه من غير المعلوم ما إذا كان سيتم القضاء على أعضاء الفريق الآخرين بطريقة مماثلة وفق تعبيرها. قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قمة رباعية تضم زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا ستنعقد في اسطنبول يوم 27 من الشهر الجاري لبحث الوضع في سوريا. ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن المتحدث إبراهيم كالين قوله إن القمة ستبحث أحدث المستجدات بمحافظة إدلب التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية والعملية السياسية الرامية لتسوية الصراع. وأضاف أن الأطراف ستهدف إلى تنسيق الجهود المشتركة. أفاد ميخائيل ميزنتسيف رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع الروسي بأن أوروبا أنفقت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة أكثر من 140 مليار دولار على استقبال وتوزيع اللاجئين السوريين. وقال ميزنتيف الذي يترأس أيضا مكتب التنسيق لعودة اللاجئين إلى سوريا إن النفقات في هذا المجال تزداد كل عام، مبينا أن الدول الأوروبية أنفقت أكثر من 42 مليار دولار عام 2014 وأكثر من 49 مليار دولار عام 2017 وقرابة 52 مليار دولار تقريبا عام 2018. وأضاف أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تركزان على تنفيذ المهمة الاستراتيجية لتحقيق التفوق على روسيا ومنع تعزيز نفوذها في مختلف مناطق العالم. أعطت مجموعة العمل المالي إيران مهلة جديدة حتى الشباط المقبل للتقيد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن طهران غير ملتزمة. ومددت المجموعة الدولية على هامش اجتماعها المنعقد في باريس فترة تعليق العقوبات بحق إيران منذ نحو سنتين، وأعلنت إنها تعرب عن خيبة أمل إزاء موقف إيران البلد الوحيد مع كوريا الشمالية على لائحتها السوداء للدول غير المتعاونة. والهدف الأساسي لهذه المجموعة هو تنسيق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كشف سكرتير رابطة متقاعدي مدينة جرجان الإيرانية حمية خرخوا في مقابلة مع وكالة إلينا بأنه نظرا لانخفاض مستوى الرأسمال العمل في شركة زمزم لإنتاج المشروبات الغازية فإنها تواجه مشاكل عدة ومنها مشكلة أجور العمال المتأخرة، وبلغ الأمر درجة بات العمال المتقاعدون يستلمون مشروبات غازية من الشركة بدلا من رواتبهم التقاعدية فيقومون ببيعها في المدينة. وأضاف خيرخوا أن أعدادا كبيرة من عمال شركة زمزم المتقاعدين يقومون ببيع المشروبات الغازية كمصدر دخل لهم بدلا عن سنوات الخدمة. كشف صحيفة غارديان على مبادرة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أنه يدفع لانسحاب بلاده من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى التي أبرمت قبل 30 عاما، وهذه المبادرة على خلاف مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. وأصدر بولتون توصية بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى عام 1987 والتي تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية إن روسيا تنتهكها بتطوير صاروخ كروز جديد. ويواجه اقتراح بولتون معارضة شديدة من وزارتي الخارجية والبنتاغون الأمريكيتين، ما أدى إلى تأجيل اجتماع في البيت الأبيض كان مقررا يوم الاثنين المقبل لمناقشة مبادرة بولتون. كردستان تعمل نينوى على إطلاق دليل سياحي تجاري. الاستثمار ورجال الأعمال والمؤتمرات مصطلحات بدأت تتردد كثيرا هنا في الموصل بعد تحريرها، في خطوة وصفها البعض تشجيعا على استقطاب الحركة الاستثمارية في المدينة. هذه رسالة لكل العالم والمجتمع الدولي وللعراق بأن نينوى مستتبة أمنيا، وهي حقيقة مفتوحة للفرص الاستثمارية وأيضا للمشاريع التجارية في جانب الصناعي الزراعي وأيضا التجاري. هاي زيارتنا أيضا هي رسالة تعاون، ونبارك لهم بهذا هاي النتائج الراقية والمحترمة، والتجار اللي كلهم تناخوا اليوم على إصرارهم على إعمار مدينتهم. أول بادرة في هذا الخصوص كانت صباح اليوم في المؤتمر الذي أطلق من خلاله دليل غرفة تجارة الموصل، والذي تضمن بين صفحاته تعريفا وإعلانا لأغلب المشاريع في مدينة الموصل. كان هناك ركود اقتصادي، وكذلك القطاع التجاري كان شبه ميت أو لم يكن له حراك أبدا. نحن كشركة بازار كلام كنا الشركة الأولى في هذا المجال، في مجال الإعلان التجاري، حيث قمنا بخطوات الأولى وهو إنشاء أو إصدار دليل تجاري أو دليل غرفة تجارة الموصل. الغرض منه تعريف المواطن الموصلي أو أهل الموصل لمعرفة المحلات والشركات التجارية المتواجدة في مدينتي، وإن الحياة قد عادت من جديد. مدير هيئة الاستثمار في نينوى بدا غير مقتنع بالبيئة الاستثمارية في الموصل، حيث قال أن عدد المستثمرين في المدينة قليل جدا ولا يتناسب مع حجم المدينة، عازيا ذلك إلى عدم إيلاء الحكومة اهتماما خاصا للمدينة. بالحقيقة أنا لم أجد اليوم إلا أعداد بسيطة جدا من المستثمرين الجادين والذين يرومون التقديم على مشاريع استثمارية وتنفيذها. واقع الاستثمار ضعيف بل في المحافظة اليوم، احنا يجب أن نبني أو ننمي مستثمرين ذو رؤوس أموال كبيرة وندعمهم احنا من أدنى. تنظيم هذه الملتقيات يهدف إلى جذب الاستثمار والمستثمرين إلى مدينة الموصل، فهل ستنجح هذه المبادرة في جذبهم أم ستبقى في خانة الذكريات وتعلق صورها على جدران النسيان؟ محمد طلال، زاغروس تي في، الموصل. معاناة لأحياء سكنية في مدينة الكوت جراء مخلفات للعجلات التي باتت ملاذا للحيوانات والأمراض منذ 25 عاما، وهذه الظاهرة أمام أنظار الحكومة دون حراك. يعاني ساكني حي العمال في مدينة الكوت من تكدس المخلفات للعجلات القديمة لأكثر من 25 عاما أمام أنظارهم،
وبالرغم من مناشدات عديدة من قبل وجهاء المنطقة إلا أن لا أذال صاغية لهم. وتقع هذه المنطقة على طريق الدولي الرابط بين واسط وباقي المدن الجنوبية. مدخل محافظة وما شاء الله شوف السكراب هذا صار له تقريبا 25 سنة وبكاء ما فد مدينة سياحية فد منتجع سياحي. نشوف هذا السكراب اللي الحيوانات أشكال بي الحشرات والزواحف أشكال بي. يعني أسألكم بالله هذا مدخل مدينة؟ يا وزارة الصناعة يا حكومة مركزية يا حكومة محلية انتبهوا لهاي الحالة. أشيد المسؤولين على موضوع اللي هاي الظاهرة غير حضارية اللي هو موجود سكراب بمدخل مدينة الكوت. هاي صار أكثر من 25 سنة هاي الظاهرة موجودة. وناشدنا مسؤولين كثيرين ونتمنى تصير تكون هي واجهة حضارية في مدينة أو منتجع سياحي أو مكان لائق. أبناء المنطقة يناشدون المعنيين من خلال وسائل الإعلام برفع هذه النفايات التي سببت أمراضا عديدة لهم ولأطفالهم وباتت ملاذا للحيوانات والحشرات. ومنذ سنوات يطالبون جهات ذات العلاقة بتحويل هذا المكان إلى حدائق ومنتزهات كونه يقع على نهر دجلة أو تحويله إلى مشاريع استثمارية. طبعاً بالمناسبة أكون لاحظ أنه بعد السقوط مباشرة احنا ما لاحظنا اي تغير. يعني كنا ننتظر الحكومة السابقة انه تلبي لنا الطلب وتشيل هاي النفايات وتجمع للكلاب السائبة والحيوانات المفترسة وحتى الحشرات والافاعي وغيرها والعقارب. وبالمناسبة احنا نناشد وناشدنا وتكررت علينا الحكومات المتوالية اربع دورات كاملة ماكو اي حكومة نفذت طلباتنا ونداءاتنا برفع هذه المخلفات. لقناة زاغروز الفضائية عماد الجاف محافظة واسط. تنفذ حكومة إقليم كردستان مشروع ضخ مياه من سد الموصل إلى سد دهوك، هذا وتبلغ قيمة المشروع 22 مليار دينار. هذه هي عملية الاختبار لحساب قدرة وكفاءة هذا المشروع، وهو عبارة عن مشروع ماء في محافظة دهوك يتضمن سحب مياه من سدة الموصل لكي تصب في سدة دهوك. الآن يتم تجريب هذه الأجهزة استعدادا لانطلاقها في المرحلة المقبلة. بعد قليل سوف يتدفق الماء من هذه المحطة إلى محطة في أعلى الجبل. الجبل هو المرحلة الأخيرة، الثانية في منطقة سيميل. من هذا الجبل الشاهق على الجهة الأخرى لسدة دهوك السياحية، نحن الآن بانتظار تدفق الماء من هذا الأنبوب بعد أن أوعز المهندس إلى المحطة بدفع الماء. هذا هو أحد المشاريع الاستراتيجية في محافظة دهوك. سوف نقوم بنقل الماء إلى سدة الدهوك. بالطبع فإن الغرض الأساسي من هذا المشروع ليس لمياه الشرب، ولكن سوف يكون احتياطيا للمدينة، يمكن الاستفادة منه في الزراعة وفي السياحة وفي أيضا أغراض أخرى، سيشكل إضافة مهمة للمدينة. شركتنا تقوم بتنفيذ هذا المشروع، نريد أن نقدم خدمة إلى مدينتنا. هذا الماء سوف يشكل إضافة، سوف نستفيد منه في الزراعة كثيرا. تنفذ حكومة إقليم كردستان في دهوك هذا المشروع بقيمة 22 مليار دينار عراقي، ليس للاستخدام المنزلي بالدرجة الأساس، لأن عملية نقله تتم بدون تصفية، بل سيخزن في سدة دهوك فيتم استغلاله للزراعة والسياحة والأغراض الأخرى. غسان خضر، زاكروس تي في، دهوك. النبأ الأخير في نشرتنا هذه، كشفت دراسة بريطانية أن وجود النباتات في المنزل يجعل قاطنيه يتمتعون بالصحة أفضل، كونها تعمل على زيادة الأكسجين في الجو وتنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون. وذكرت الدراسة أن النباتات المنزلية المفيدة تشمل زنبق السلام أو اللبلاب لأنها تتطلب الكثير من الماء وأشعة الشمس خلال النوم.
ختاماً هذا تذكير بأبرز ما جاء. قيادة عمليات بشمركة كردستان تصدر بلاغاً في الذكرى الأولى من ملحمة برده. فاضل ميراني يؤكد أن العراق يحتاج إلى التسامح السياسي. تحالف سائرون يؤكد امتناعه عن التصويت لأي وزير لا يلبي طموحات المرجعية الدينية. النائب العام السعودي يكشف طريقة مقتل جمال خاشقجي. ومجموعة العمل المالية الدولية تتهم إيران بعدم الالتزام بمكافحة تمويل الإرهاب. مشاهدينا الكرام، انتهت النشرة الإخبارية لهذه الساعة، إلى أن نلتقيكم ونشرات جديدة. هذه أحلى تحية من كادر العمل ومني أنا شيلان محمد. إلى اللقاء.